انه عندك بنتك عمرها 30 سنه ضاعت لك وفاتت 24 ساعه وهي ضايعه وهي بنتك يعني فاقده الذاكره، وجبت لنا تصويرتها والكل، حدثنا كيفاش ضاعت بنتك. ضاعت جايين من بعرادة، احنا ركبنا في الصباح في اللواجات نزلنا في باب علاوه، كان نزلنا في باب علاوه جينا مش نقصوا الكياس هنا اللي هبطنا من اللواج مش نقصوا ونهبطوا لهنا الباب بحر في القصر مش نعبت الباب بحر، عرضتنا الكراهة برشا الكياسات ثلاثة كياسات ما لقينا كيفاش نتعدوا، ناي قصيت الكياسات وقعدت كاين نستنى فيها وهي كيما هكاك مش تخص الكياس وتجيني. حزونا الكراهب، حزونا الكراهب، ما نجمتش انا مش نفوت الكراهب ويا ليت ضربتني كهرباء وارتحت وما شفتش بدي ضاعت، يا ليت ضربتني كهرباء وما خليتهاش ضاعت، يا ليت ضربتني كهرباء وما خليتهاش ضاعت، يا ربي حلي. خفت انا من الكراهب وقلت في بالي مش استناني غادي حتى نمشي لها، انا حزتنا الكهرباء جيت مش نمشي فاتوا الكراهب مش نلحق عليها، نهبط مع الطريق اللي مجايبينه اللي شت منه هي يعرض واحد راجل يرحم والديك زوز رجال، واحد عيس على الكراهب واحد على الحاشي نتاع القهوه، قلت لهم بربي يرحم والديكم ريتوش طفله مريضه شويه. قال واحد اللي على الكراهب قال لي بالحق تحكي وحدها، قال لي بنيه كاي لابسه روبا روبا كحله وبالابيض شوي وسروال بالوردي بالوردي مشارطن بالوردي وصبات وردي زاد وطربوشه بالكاسكا ومدوره بالكاسكا ما كايك اللي تجي كل مش كتجي انا مش شبه اللي تجي. ورينا تصويرتها هاي في ايدك. هاي هي بنتك الضايعه فرح الساحلي. قلت لك شنو هي الوضعيه الصحيه نتاع بنتك، شنو صار لها بالضبط؟ كثرت علينا المشاكل، تعركنا وقت زي العابدين، شكيت على زنقه حد تعركتنا وجرم دخلت لي في الزنقه، سكرت عليه ما نحلش حتى شباك، خلت لي كان من نخرج بركه وسكرت علي الباقي، مشيتنا وقت زي العابدين محامي خبير عادل منفذ ونجيب لك انا كما جبت لك نتاع بنتي الشهاده، كما نجيب لك الوثائق نتاع القانون. لا اله محمد رسول الله، شدوا كيفاش نعركوهم على الزنقه وندافعوا على حقنا ونخلوهم يحلوا لنا الزنقه، القانون قال لها لا جات على وقت زي العابدين، قال لها الحاكم لا زنقه بينك وبينها تنحي لبناته، طيحت لبناته كله وكل شيء ودفعت لي زاده في المخاسير. شدوا نبونتو على كل هذاك. شدوا عيره مره شدوني اي واحد خلع لي يدي. واحد حل راسي مرضت نفسانيا من كلام الناس، من كلام الناس والضغط اللي تشوف فيهم الجيران عاملين فين بنتي هاي. انا ما نكذبش عليك نقول لها فرح هاي نمشوا نبيع ونمشوا نجيب، تقول لي مش عندك فيها ما حطت في قلبها رجع عليها الشيء، تقول لي امي ليش عندنا احنا في دارنا حرار، احنا في دارنا حرار. ايوا كش رجع ماك المشاكل هذيك اللي دنت عليها، كل مشاكل هذيك اللي تقوت عليها اللي هنا سبب المصايب الكل، انا سبب المشاكل الكل، انا سبب المشاكل الكل، خاطرك انا زيت بنتي هربتها بعدتها بعيد ولا مشيت هزيتها وبعدت انا ما يصيرش فيا ذاك الكل. كي مرضت نفسانيا هي يميمه وهزيتها للطبيب. مرضتي، هزيتها الغازي مرضتي، مش نفسانيا ثم حاجات اخرين عشني بطلت من الطبيب. هزيتها للطبيب مره رقدتها شهر مره رقدتها نص شهر في الغاز، منهم المره التاليه المرة التالية خسرت عليها امبيلونس ب 200 ألف هزيتها، جاتني المرأة والمولي الامبيلونس وبنية كيف كنت طبيبة، جو هزوها من الدار والله 200 دينار، ودون ما خلصت عليها ترقد خاطر ما عنديش وراق نتاع باش نداوي، نخلص كل شيء بفلوسي، كل شيء عشته بفلوسي. لا إله محمد رسول الله. بعد عشان نخرج هي عرفوها المرسى والعباد 50 سنة في المرسى وهي تقرا، قال لي بنتك راهي مش نتاع مش نتاع طبة، بنتك عاملين لها سحور وهذاك هو اللي صار، وهذاك هو اللي صار خاطر انا ما نقول لك هيا ها فمه قال لي ولدها ضايع ولدها نتعاركنا نحن وياه، قال لي والله دارك اللي ما تكرهه، قال لي والله دارك اللي ما تكرهه. قلت علاش نكره داري؟ علاش شنو عملت؟ انا ما ضرتكش، قانون بيناتنا. وريتينا شهادة البكالوريا، قرات بنتك ما شاء الله ومتفوقة. هيا نوريك باش ما تقولش أمي هاي تفخر في روحها عليا بالباط، قريت بنتي والناس الكل يحبوني والناس الكل يموتوا عليا، اللي هذا يقول لي برافو واللي ما هملتش وما مشيتش عقب عملت كما برشا عباد تقتل في الأرواح وتعمل في حوايج خايبة، الحمد لله. فهمتيني عايش بنتي راك قارئ متثقفة، مش أنا للجهلة وأني نعرف نتكلم، الحمد لله يا ربي نشكر ربي اللي أعطاني مخي يخدم بالكدا، عمري ما نضر حد، خدمت في الديار الذهب والفلوس مكدسة،
وانا ندورك المرسى ونهبطك المرسى ونقول لمسالم الساحلي شنو تخدم عندك في الميناج، شنو ريتوش منه، اش يحكوا لك علي؟ ما ثريت حد، لا ذرني حد، وين خذيت الدار؟ المشكل الكل صبنا على الدار، بنتي ما عندها حد واللي يعمل فيها الخير يمشي للجنه طول، خاطر بنتي عاقله، بنتي متربيه، بنتي الناس الكل يحبوها، المعلمين نتاعي يحبوها، يقولوا يقعدوا باهتين فيها المعلمين، كيفاش انا ربيت بنتي وحدي، يقول لي تبارك الله عليها وتبارك الله عليك، يا حسر على العباد الباهين، كيفاش يخلوا العبد يتقوم، مشكل العباد اللي يضعفوه، يعملوا له مشاكل باش يهدوه باش يطيحوه. نشكر العباد اللي الباهين اللي خافوا من ربي، ولاد العائلات الباهين، ولاد العائلات النظاف، نقول لهم ربي ان شاء الله تلقوه في اولادكم، ان شاء الله تلقوه ان شاء الله في صحتكم. قلت لي بنتي ما تخلي ما شوفوا كيفاش تتصلوا بي، وهو عندي نمرو تليفون هاي بتصويرتها، يرحم والديكم، راني تعبت، امس والبوم والله تعب، امس والبوم والله البارح اللي رقدت ما بتش في داري، بت عند وحده خدمت عندها والله اللي رقدت، تقول لي يرقد تعشى، وقلت لها والله لا انت بنتي مام لا ندري يعلم بها ربي. مش احلى مشيت للمركز وبلغت يميمه؟ بلغت في المركز، بلغت تماما، قالوا لي تو نقول يعلم ربي، بلغت في المركز، بلغت هذوم الاولاد هذوم اللي على الميتورات وعلى الدوريات، بلغت كل شيء.